العرائش انفو. هذا البرنامج هذا اللي قايمه به جمعيه ديال النضال الاخضر في الاطار ديال البيئه والحمايه ديال البيئه. تفضل الاخ نور الدين الفرتوتي انه عنده واحد المشروع قايم به في مدينه العريش كامله. احنا كنشكروه وكنشكروا الاخوه اللي قايمين بهذه اللوحات اللي كيقوموا بها الشعب الضيف والاخ الاخر. هذه واحد رساله توعويه في الاطار ديال هاد اللوحات. الحمد لله انه الاخ نور الدين تقدم عندنا ويعني اعطانا الخدمات ديالو وشاركنا معاه. كان السباق في عده حاجات اللي قام بهم، انه التفريق ديال بعض القفاف اللي كانوا هما طبيعيين، ومن اجل التوعيه ديال البحري. الحمد لله هو لقى الصدر الرحب ديال البحاره ديال الصيد التقليدي ولا الساحلي بمدينه العرائش، انهم على وعي بهذه المساله هذه ديال هذا البلاستيك اللي كيترمى داخل البحر. انما احنا قمنا ببعض المبادرات، انهم كانوا اصحاب القوارب كيجمعوا ديك النفايا من داخل البحر، لانهم تكونت لهم فكره انه هو غير في الاطار ديال العمل ديالو كبحار، انه هذيك الزبل الا ما جمعوش وديك النفايا الا ما جمعهاش من البحر، انه هو نيت كيولي يتعاودوا الا فك كل يوم راه غدا كيصيبوا له في الشبكه نيت هو نيت. اذا تكونت لهم واحد القناعه بانه واش ديك النفايا يمكن لها تجمع وتدخل للميناء ونحطوها وتمشي للمطاع ديالها اللي هي خاصه بها، يعني في الحاويات ديال الزبال وهذه. انما وقع لنا مشكل اننا ما لقيناش ديك الحاويات وما كانتش ديك الشيء مرسوم على الطريقه ديالو. اليوم كنعاودوا هذا الميساج هذا ودرنا هذه الجداريات هذه باش نقوموا اكثر بالتوعيه وتكون واحد الاستمراريه دائما بحال اللي كنذكروا لان ضروري تتقدم التذكير. وغادي نخدموا برامج وحده اخرى مع جمعيه نضال الاخضر، وغادي تكون مسائل ترافعيه، وغادي نحاولوا نطوروا اكثر هذه البرامج ديال حمايه البيئه. وغادي نقوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بحاجات اخرين، نتواصلوا مع الجهات اللي هي معنيه، الجهات اللي هي معنيه ان هي فاش كنتواصلوا معاهم عندهم يعني قابليا هذيك المواضيع ديالنا اللي هي تكون على شكل حاويات او مشاريع اللي كنفكروا فيها فيما بعد غادي نديروها مع الجمعيه ديال النضال الاخضر فاش نوصلوا للدراسه ديالها. حنا بالنسبه لنا لا تعاونيه ولا جمعيه النضال الاخضر، غادي نتواصلوا مع الجهات اللي هي معنيه وكل واحد غادي يقوم بما يخول له القانون ديك المسائل ديال هاد البيئه هذه، وكل واحد من الجهه ديالو باش يقدر يعاون باش يقدر يزيد القدام، باش في مساله ديال انه هاد البحر ملي كيجي يخرج للبحر ضروري غادي يدي معاه ما يتقوت الصباح ولا العشيه ولا على حسب السوايع اللي كيقضيهم في البحر، انه كياخذ معاه مثلا القنينه ديال الماء، كياخذ معاه كوكه مثلا في البلاستيك، كياخذ معاه الماندالين في البلاستيك، كياخذ معاه بزاف ديال الحوايج في البلاستيك، انه حتى القهوه كيديها معاه في البلاستيك. اذا وهذاك البلاستيك هو اللي كيلوث لنا هذه البيئه، وهذاك الشيء ما كيصيبوه مثلا فين يسيبوه. اذا حنا فكرنا لهم باش الى مع المده غادي يكون عندنا واحد البيفيت وواحد القهوه اقتصاديه مقصوده ديال الخاصه بالبحاره ديال الصيد التقليدي والعاملين اللي هنايا، ويكون يعني اقتصادي ويكون طبيعي، ونحاولوا انه ما يكونش ديك البلاستيك اللي هو كيديوه وهادي، نحاولوا انه هو يكون كيستافد من الزايا عن طريق المقصف، وغادي يكون ما يديش معاه ديك المسائل اللي غادي يحتاجها، والساعه اللي غادي يدخل عاوتاني غنكونوا دائما في الانتظار ديالو. هذه لوحه معبره ولوحه غادي تكون انا قلت لك يعني دائما للتذكير، وهاد اللوحه هادي كتبين بان الحوت راه كيستغيث. انا ملي تكمل هي غادي تبان بان هاد الحوت هذا ولا كياكل حتى هو، يعني كياكل من بين الحاجات اللي هو كياكلهم هاد البلاستيك، وهذا هو غيكون كيأثر على الصحه ديالو وعلى الصحه. الجيل اللي ما جي راه مسؤوليه ديالنا اننا خصنا نخليو هاد الثروه السمكيه تبقى لجيل الجيل كما خلاوها الاجيال السابقه.